السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب. اليوم المحاضرة الخامسة من الفصل الثاني، واللي تتحدث عن طرح مياه الصرف الصحي المعالجة وغير المعالجة إلى المسطحات المائية. طبعا مثل ما تعرفون مياه الصرف الصحي تحتوي على كمية معينة من النفايات، واللي تنقاس دائما بالبيولوجيكال أوكسجين ديماند. هذه النفايات على الأغلب يعني حتى لو تتعالج تروح إلى محطات معالجة أو غيرها، على الأغلب راح تنطرح إلى مسطحات مائية أو غيرها. مثلا في بعض الأحيان تنطرح إلى أنهار أو بحيرات، أو في بعض الأحيان تنحقن داخل الأرض للمياه الجوفية، أو تنطرح على مساحات كبيرة وتتبخر. كل هذه الأحوال بيها ملوثات للنفايات مياه الصرف الصحي، ولازم تتوافق مع المحددات البيئية حتى نقدر نعالجها. بالأنهار، النهر بطبيعته عنده إمكانية أن ينقي النهر، أن ينقي مياه الصرف الصحي أو ينقي النهر من الملوثات اللي داخلت له. وتعتمد تنقية النهر للملوثات على سرعة جريان النهر، تركيز الأكسجين المذاب بالنهر والبكتيريا اللي موجودة به. المحددات دائما، المحددات البيئية للماء دائما تنبني على أنه نحافظ على ديسولف أكسجين، نحافظ على أكسجين مذاب بالنهر لا يقل عن 40% من الديسولف ساتوريتد، الديسولف أكسجين الساتوريتد. يعني النهر بيفد مستوى هو ساتوريشن ليفل للديسولف أكسجين، لازم ما نوصل أقل من 40% من هذا الليفل، أو الديسولف أكسجين المينيمم لازم يكون يساوي أو أكبر من 4 إلى 5 ملغرام بير لتر. هذه دائما يحاولون البيئيين يحافظون على هذا المستوى من الديسولف أكسجين داخل النهر حتى النهر يقدر يعالج نفسه ويرجع إلى حالته الطبيعية بعد طرح ملوثات داخله. النهر راح يقدر يعالج نفسه بعملية اسمها self-purification process. هذه العملية يبدي النهر بهضم المواد العضوية باستخدام البكتيريا اللي موجودة داخل النهر ويرجع إلى حالته الطبيعية قبل طرح الملوثات به. ستريتر فيليبس عالم طور لنا معادلة نقدر من عندها نحسب إيش قد أكو نقص بالأكسجين، صار نقص بالأكسجين صار نتيجة لرمي النفايات العضوية أو نفايات المجاري إلى النهر. كذلك هذه المعادلة تقدر تطور لنا تشرح لنا self-purification process، يعني عملية التنقية الذاتية للنهر. إذا كانت عندنا كمية معينة من المواد العضوية انطرحت به، إيش قد أكو مواد عضوية انطرحت، فراح نعرف إحنا إيش قد النهر راح يأخذ من الوقت حتى يقدر يعيد نفسه ويرجع إلى حالته الطبيعية قبل طرح الملوثات. بالإضافة إلى ذلك، هذه المعادلة مكننا نخمن إيش قد الحد الأدنى أو الحد الحرج للأكسجين، نقص الأكسجين داخل النهر، اللي نحاول نتجنب الوصول إلى هذا الحد حتى يبقى النهر فعال ويعيد نفسه إلى حالته الطبيعية. كذلك إيش قد مسموح نقدر نطرح مواد عضوية داخل النهر، أيضا هاي ستريتر فيليبس فورمولا أو كويجن مكنتنا أن نخمن هذه الكمية. وين نقدر نخلي المواد العضوية تنطرح على نهر معين إذا كانت أكو به مواد مكان طرح ملوثات آخر. فرضا خلنا نفرض إحنا نأخذ مثال هسه، عندنا مكان طرح للملوثات العضوية على نهر الفرات صاير في منطقة المسيب، وين نقدر نطرح مواد ملوثات عضوية عن هذا المكان اللي بالمسيب بحيث ما نأثر على النهر ويبقى النهر مستوى جيد جدا، أو وين نخلي هاي الملوثات إذا كانت عندنا مناطق نسحب من عندها المي. فهذه تقدر تمكننا أنه نحسب مكان نطرح به الملوثات بحيث ما نأثر على العمليات اللي بعدها إذا كان عندنا مثلا محطات سحب للمياه الشرب أو نقدر نطرح ملوثات أخرى. وكذلك ستريتر فيليبس فورمولا تمكنتنا انه نقدر نرسم التغير بال الاكسجين المذاب داخل الماء مع المسافه او الزمن، ونشوف شلون قاعد تاثر على النهر. وهذه العمليه اللي نقدر نرسم بها في هذا الكيرف تغير
الأكسجين المذاب بالمي معروفة بأكسجين سائر. طبعا العوامل المؤثرة على التنقية الذاتية، عملية التنقية الذاتية، تعتمد على التخفيف أولا. هذه واحدة من أهم العوامل المؤثرة على عملية التنقية الذاتية هي التخفيف. يعني إذا كان عندنا مواد عضوية بتركيز معين أو ملوثات بها تركيز معين من المواد العضوية، نحاول نخففها قبل ما تنطرح للنهر، أو هي من تنطرح للنهر أصلا راح تتخفف، فلذلك تسهل عملية التنقية الذاتية للنهر. العامل الثاني المهم جدا هو التيار. يعني كل ما كان التيار سريع وتيربلنت، يعني هائج، راح يؤدي هذا إلى انتشار المواد العضوية بشكل أكبر على مساحة مقطع النهر أو مساحة مقطع المسطح المائي، ويصير تركيزها أخف في مكانات معينة، أو يصير تركيزها أخف بشكل عام أفضل من ما تتركز في مكان معين، ولذلك تؤدي إلى تسهيل عملية هضمها والتخلص منها. أيضا واحدة من العوامل اللي تأثر على عملية التنقية الذاتية هي sedimentation. المواد العضوية suspended solid اللي موجودة دائما بنفايات أو مياه المجاري دائما تترسب بدون معالجة وتتخلص من عدها. إذا كان نتخلص من عدها، إذا كانت سرعة ترسيبها أسرع من سرعة جريان النهر، مثل ما أخذنا بأحواض الترسيب، تبدي هذه النفايات تنزل إلى قاع النهر وتترسب ونتخلص منها. أيضا من العوامل الأخرى اللي تأثر على عملية التنقية الذاتية للنهر هي البوتوم ديبوزيت أند ران أوف. هسه اللي حكيناه قلنا المواد اللي تترسب راح تنزل إلى قاع النهر. في بعض الأحيان سرعة النهر أو عوامل أخرى تأثر، فتؤدي إلى أنه هذه المواد اللي ترسبت ترجع تنطلق بالنهر، وأيضا تزيد الحمل العضوي. يعني أنت مثلا قاعد تطرح مواد عضوية أو مياه صرف صحي قاعد تنطرح في نهر معين، حاسب أنه مستوى الأكسجين ديفيسيت بيكون بهذا المستوى إذا كان هاي كمية المواد العضوية اللي تطرحها، لكن تشوف أكو مشاكل بدأت تصير لأن المواد اللي قاعد تترسب بالأسفل قاعد تتهيج وتنرفع من جديد فيزيد الحمل العضوي. فهذه واحدة من العوامل جدا مؤثرة على عملية التنقية الذاتية للنهر. sunlight ضوء الشمس كلش عامل مؤثر، لأن هو يعتبر مثل المعقم أولا، وثانيا يحفز نمو الطحالب. هذه الطحالب تولد أكسجين خلال النهار للنهر، فتزيد نسبة الأكسجين المذاب بالماء، لكنها تستهلك الأكسجين بنفس الوقت خلال الليل، وتؤدي إلى تقليل نسبة الأكسجين داخل النهر، وتأثر بشكل سلبي على عملية التنقية الذاتية للنهر. طبعا الأنهار اللي تحتوي على كميات كبيرة من الطحالب راح يصير بيها تنقية هوائية أو معالجة أو تحليل هوائي للمواد العضوية خلال النهار، وفي الليل يكون بالعكس تنقية لا عضوية أو معالجة لا عضوية. المشكلة المعالجة لا عضوية، إذا صارت داخل النهر معالجة لا عضوية بدأت الغازات تطلع من النهر وصارت مياه النهر آسنة وغير قابلة للاستخدام، وحتى اللي عايش الحيوانات المائية داخل النهر. فنحاول نتجنب الوصول إلى الهضم اللاهوائي للمواد العضوية داخل النهر. أيضا من العوامل الأخرى المهمة هي درجة الحرارة. درجة الحرارة يعني واضح أنه درجة الحرارة تأثر على ذوبان الأكسجين داخل الماء، فبزيادة درجة الحرارة يقل أو يزداد ذوبان الأكسجين داخل الماء. كذلك توفر درجة حرارة مناسبة راح تؤدي إلى زيادة فعالية البكتيريا، وتؤدي إلى زيادة عمليات الهضم واستهلاك أكثر للمواد العضوية داخل النهر. بعد طرح الملوثات إلى النهر راح تتكون عدة زونات للتنقية الذاتية، يمر النهر في عدة مراحل حتى يوصل إلى حالته الطبيعية. الزون الأول إذا تشوفون بهذا الشكل هو الزون الأول، هذا هنا نفرض المكان اللي راح تنطرح به الملوثات. أكو هنا أنبوب للمجاري قاعد يطرح بهالمكان، فهذا مكان الطرح.
الزون الأول هذا الزون الثاني بعد مسافة معينة. طبعا تقدر نحسبها بالcritical time أو time أو distance time or distance. نقدر نحسب هذه المسافة، يعني إذا نطرح ملوثات في مكان معين نحسب قد وقت تحتاج حتى يستعيد النهر حالته الطبيعية أو قد مسافة. فهذا الزون الأول الثاني والثالث والرابع، أربع زونات تصير حتى يسترجع النهر حالته الطبيعية. Zone of degradation أو منطقة التدهور، المنطقة اللي تبدأ تنطرح بها الملوثات مباشرة بعد طرح الملوثات. تبدأ المياه يصير، يعني هسه هنا نشوف مباشرة بعد طرح الملوثات تبدأ المياه تصير أكثر عكارة ولونها يميل إلى الدكونة أكثر. تبدأ المواد العضوية تتحلل بهذا الزون بشكل كبير، وعادة التحلل يكون لا هوائي. الشائع التحلل اللاهوائي هو الشائع. صح النهر بأكسجين والمواد العضوية بدها تنطرح، بس الحمل اللي ينطرح للنهر كلش كبير، والبكتيريا اللي أصلا جاية مع مياه المجاري تبدي بهضم المواد العضوية لاهوائيا. فدائما يصير لون النهر، يعني خلينا نفرض بهذا المكان دائما يصير لون النهر مائل إلى السواد أكثر من ما هو صافي. الزون الثاني اللي هو هذا الزون اللي يعرف بالزون of active decomposition، مسافة أو مساحة التحلل الفعالة. بعد ما انطرحت المواد العضوية وبدأت تتحلل لها هوائيا بهذا الزون، يستمر هذا التحلل بالزون الثاني. المي بشكل عام يكون أكثر دكونة من الزون الأول، وتبدي تظهر روائح كريهة مثل الكبريتيد الهيدروجين وغيرها بسبب التحلل اللاهوائي للمواد العضوية داخل النهر. هذين الزونين الأوليات اللي هي يبدي النهر يدهور بسبب طرح الملوثات العضوية داخل النهر. بعدها يبدي النهر يسترجع نفسه ويعيد إلى حالته الطبيعية بالزون الثالث والرابع. الزون الثالث اللي هو زون اوف ريكفري، مكان استرجاع. بهذا الزون يبدي النهر يسترجع نفسه بهذا الوقت، معظم المواد العضوية تم هضمها عن طريق البكتيريا، والبي او دي حمل البي او دي قل بمستوى معين، لذلك الديزولف اوكسجين بدا يسترجع نتيجة للتيارات اللي موجودة بالنهر، بدا يصعد اكثر من 40% من الساتوريشن ليفل مثل ما قلنا بدايه المحاضره، وبدا النهر يسترجع وضعه الطبيعي. البكتيريا طبعا يخف حملها بهذا الوقت ويصير فعلها اقل، ويبدي النهر يسترجع الحاله الطبيعي له. اخير زون اللي هو الزون الرابع، زون اوف كلير ووتر. هذا المكان النهر طبعا هضم معظم المواد العضويه ورجع إلى حالته الطبيعية قبل طرح الملوثات به، فلذلك استرجع وضعه الطبيعي. نحاول إحنا نخلي طرح النفايات داخل النهر بحيث يقدر النهر يعيد حالته الطبيعية ويبقى نقي. مثل ما قلنا سابقا، ستريتر فيليبس طور معادلة تقدر من عندها نقدر نخمن الحمل، تأثيرات حمل معين من المواد العضوية على نهر معين، وكذلك نقدر نخمن شنو أكبر حمل نقدر نطرحه بالنهر بدون أن نأثر على الأكسجين ليفل بالنهر، ويبقى النهر صالح للاستخدام وما به أي مشاكل. ستريتر فيليبس تشوفوا هسه هنا بهذا الشكل، نقدر نشوف شلون نطرح المواد العضوية داخل النهر. الكيرف هذا الأعلى، هذا الكيرف هو ديسولف أكسجين ليفل داخل النهر. هذا الكيرف هو ديسولف أكسجين ليفل داخل النهر، وهذا الكيرف الثاني هو البي او دي كونستريشن أو حمل المواد العضوية داخل النهر. ونشوف احنا بداية الطرح هذا الأو نود، وهو البي او دي ألتيميت بي او دي أو أول حمل انطرح داخل النهر من المواد العضوية. فتبدي هذه المواد العضوية تنهضم، ونشوف الديسولف أكسجين ليفل يبدأ ينخفض إلى مستوى معين إلى أن نصل إلى الكريتيكال بوينت أو ديفليكشن بوينت. هذه النقطة هي تعتبر الكريتيكال، من أنصى حمل أنصى ديسولف أكسجين أقل مستوى
أكسجين المذاب داخل المي يكون بيها. نقدر نحسب مثل ما قلنا هذه يا أما مسافة أو بالمسافة أو بالزمن، فهي أما تكون X sub C اللي هي الكريتيكال ديستنس، شو وقت راح نوصل إلى المنطقة الحرجة، أو T sub C اللي هي كريتيكال تايم، شو وقت بالزمن راح نوصل إلى المنطقة الحرجة. ويبدأ من ينخفض مستوى الـ POD داخل النهر، يبدأ النهر يستعيد level dissolved oxygen حتى يرجع إلى حالته الطبيعية. طبعا هذا الخط المناقض هو dissolved oxygen saturation، saturation level للـ dissolved oxygen، يعني النهر مشبع بالكامل بالأكسجين. هذا الشكل يوصف لنا شلون من تنطرح المواد العضوية. هذا مكان طرح المواد العضوية هنا أو مياه المجاري، هذا المكان شلون راح ينزل مستوى الأكسجين داخل النهر إلى مستويات حرجة ويرجع يصعد إلى المستوى الطبيعي. ومثل ما قلنا نحاول نحافظ على مستوى أقل أكثر من 40% داخل النهر دائما. تأثيرات طرح المواد داخل النهر، مثل ما قلنا المواد العضوية من تطرح إلى النهر راح تبدي تتحلل بالبكتيريا باستخدام البكتيريا إلى أمونيا ونيترايتس وسلفيت وكربون دايوكسيد، هذه العناصر اللي حكينا عليها سابقا. هذه تقدر تستخدمها الكائنات الحية، الطحالب أو النباتات داخل النهر، وتولد لنا كربوهيدرات أو أكسجين. الكميات الكبيرة من المواد العضوية المطروحة داخل النهر تؤدي إلى إزعاج دورة النهر ونمو سريع للبكتيريا اللي راح تبدي تستهلك كميات كبيرة من الأكسجين وتأثر بشكل سلبي على النهر. إعادة تنقية النهر self-purification process هي عملية هضم وتثبيت هذه المواد العضوية وحتى يرجع النهر إلى حالته الطبيعية قبل طرح الملوثات به. الووتر كوانتيتي ستاندر، يعني المحددات للكواليتي ستاندر، محددات نوعية المياه، دائما نحاول مثل ما قلنا سابقا نحافظ على مستوى معين مينيمم ديسولف اوكسجين كونسنتريشن، نحاول نحافظ على مستوى معين من تركيز الاكسجين اللي قلنا 40% من الساتوريشن ليفل او 4 الى 5 ملي جرام بير لتر، حتى يبقى النهر صالح للاستخدام وما به اي تاثيرات سلبيه. هذه هي معادلات ستريتر فيليبس حتى نحسب الديسولف اوكسجين كونسنتريشن في اي وقت. فالديسولف اوكسجين او ديفيسيت العوز اللي ديسولف اوكسجين نقدر نلقاه من هذه المعادله اللي تشمل الكي 1. شويه اريدكم تميزون بين الكي 1 والكي 2. الكي 1 هو الديوكسيجيناشن ريت، هو الريت او المعدل اللي تبدي به المواد العضويه بالهضم من قبل البكتيريا، هو هذا الديوكسيجيناشن ريت. نقدر نلقاه من هذا القانون اذا كان في درجات حراره، طبعا يعتمد بشكل كبير على درجه الحراره، لان قلنا احنا البكتيريا تتاثر بدرجه الحراره وفعاليتها تكون أكثر بدرجات الحرارة المناسبة. نقدر نلقاه بأي درجة حرارة عن طريق تطبيق هذا القانون. طبعا أرجع وأكد على أقول على الـ 1.047 تقريبا ثابت هو، لكن في بعض الأحيان نعطيكم إياه هو معامل تحلل المواد العضوية، فانتبهوا بالأسئلة إذا جاكم هذا فتقيمة معينة أخرى تختلف عن هذه اللي موجودة بهذه المعادلة. الـ K2 هو الريأريشن أو الأريشن ريت، هو معدل تهوية النهر، يعني بهذا المعدل يبدي النهر نتيجة للجريان العكر داخل النهر يبدي النهر يكتسب أكسجين من الجو، فالريت هذه اللي يبدي يكتسب بها الأكسجين أيضا تأثر. فأنت تخيل البكتيريا تبدي تهضم المواد العضوية تستهلك أكسجين، بس النهر قاعد يعوض هذا الأكسجين المستهلك عن طريق حركته ويكتسب أكسجين من الجو. فهذان معاملين مهمات اللي هي K1 K2. دائما K1 تخص المواد العضوية وهضمها، K2 هي تخص النهر وسرعة اكتساب النهر للمياه. طبعا ذني باقي محددات المعادلة هي نفسها، Time T هو الزمن، والDI هو الـ Initial Deficit، يعني شقد كان أكو
عوز اصلا موجود بالنهر، يعني النهر ما كان بالساتوريشن ليفل. في بعض الاحيان اذا كان الدفست عندنا صفر فهذا الجزء الاخير، هذا الحد الاخير من المعادله هو اصلا راح يلغي اذا ما كانت عندنا دفست. بس اذا عندنا دفست عوز معين هذا هو الانيشال دفست. المعادله الثانيه هي الكريتيكال تايم، الوقت الحرج وين راح نوصل الى انسى نقطه بالاكسجين كيرف. ايضا راح نطبق هذه المعادله اللي هي قلنا الري ايريشن الدي اوكسجينيشن ريت والانيشال ديفيسيت والحمل الاولي، الحمل البي او دي، البي او دي اللي انطرح بالبدايه داخل النهر. هذين المعادلات اللي تحكم عمليه هضم المواد العضويه داخل النهر. بس أنا ما ذكرت الري ايريشن ريت، قلنا هو يعتمد على سرعة جريان النهر، فنقدر نحسبه من هذه المعادلة. الري ايريشن ريت يساوي لنا الدي ام في اليو، اليو هي سرعة جريان النهر، الاتش هو ديبث عمق النهر، والدي ام هو المعامل الانتشار للمواد العضوية العفو، والدي ام والدي ام هو معامل انتشار المواد العضويه داخل النهر، وعاده قيمته تكون 2.037 في 10 اس ماينس 5. ايضا قلنا انه الكي 2 تتاثر بدرجه الحراره، لان ذوبانيه الاكسجين داخل المي تتاثر بدرجه الحراره. فاذا نريد نلقاها في اي درجه حراره نستخدم المعامل الذوبان في درجه حراره 20 في 1.025 في تي ماينس 20. طبعا هذا هم معامل يتغير، احتمال اعطيكم غير نسب بالاسئله، فتاكدوا من هذا القيمه تكون. اذا ما اعطيتكم اي شيء تستخدمون 1.025، اذا اعطيتكم شيء معين تستخدمونه بالمعادله. مثل ما قلنا هو ال هو الالتيميت بي او دي، الحمل الاول اللي طرحناه للنهر، التايم هو التي هو وقت التحلل، الدي اي هو الانيشال اوكسجين ديفيسيت العوز الاولي للنهر، النهر ما كان واصل للساتوريشن ليفل، والدي سب سي هو الكريتيكال اوكسجين ديفيسيت هو العوز الحرج للنهر، والتي سب سي هو الكريتيكال تايم. هذه المعادله هذا القانون يساعد شلون نلقى اقل مستوى اوكسجين مذاب في مياه النهر. الديسولف اوكسجين مينيمم يساوي لنا ديسولف اوكسجين سات اللي هو ساتوريشن ليفل ناقصا، هذا هنا اكو خطا طلاب للتاكيد، اكو هنا خطا مو ديسولف اوكسجين، هذا ال ديفيسيت كريتيكال ديفيسيت. يعني هسه هذا الكيرف عندنا كيرف النهار، هذا الكريتيكال ديفيسيت كان عندنا هنا الدي سب سي هذا والساتوريشن ليفل هذا اللي هنا هذا الساتوريشن ليفل، فالمينيموم يساوي ان هذا الساتوريشن ليفل كله ناقصا الديفيسيت راح يطلع لنا المينيموم ديسولف اوكسجين بهذا المكان. فبس هذا القانون شويه ارادتكم تصححوه، هو الديفيسيت كريتيكال ديفيسيت. نقدر نلقى الساتوريشن ليفل للديسولف اوكسجين من هذه من جدول يعتمد، قلنا الديسولف اوكسجين يعتمد على درجه الحراره، فنقدر نلقاه من الكتاب المنهجي مالتكم في صفحة 611 بالووتر سبلاي اند سويج انجينيرينج. نقدر نلقى ديسولف اوكسجين ساتوريشن ليفل للنهر، ايضا نقدر نلقاه من جدول رقم 51 في هذه المحاضرة. خل اراويكم الجدول، هذا الجدول جدول رقم 51 راح نقدر نلقى من عنده الساتوريشن ليفل للديسولف اوكسجين. طبعا شلون تقنون هذا الجدول للتأكيد؟ عندكم درجة الحرارة هنا موجودة إذا صفر واحد أو غيرها، خلوا في درجة الحرارة 10، عادة ناخذ الخط الأول اللي هو صفر. شنو هذا الصفر؟ 5000 10000 15 و 20000، هذا هو تركيز الكلورايد داخل النهر. عادة احنا نحمل هذا الموضوع في حساباتنا لهذه المحاضرة، إذا تطورون نفسكم أكثر تدخل تركيز الكلورايد فتاخذ حسب تركيز الكلورايد اللي موجود بالنهر. عادة احنا محاضرتنا راح ناخذ درجة الحرارة فقط وتركيز الكلورايد نعتبره صفر، فتكون هذه هو الساتوريشن ليفل للديسولف اوكسجين داخل النهر. طبعا بعد طرح النفايات او مياه المجاري داخل النهر راح تتغير هواية امور، منها التصريف.
يعني التصريف للخليط هذا النهر قاعد يجري بهذا المكان، وعندنا فد مكان قاعد يطرح نفايات هنا، فالتصريف بهالاتجاه. التصريف اللي قبل مكان طرح النفايات يختلف عن بعدها، لأن هنا صار عندنا تصريف إضافي، هو تصريف مياه المجاري على النهر. فالتصريف الجديد اللي احنا راح نتعامل وياه، دائما نتعامل وياه، هو اللي يسميه الكيو ميكس، هو التصريف للخليط للمواد العضوية أو مياه المجاري وتصريف النهر. فهي تساوينا الكيو آر اللي هو تصريف النهر، والكيو دبليو هو الويست ديسشارج يعني تصريف النفايات. هذا تصريف الخليط الكيو ميكس. عندنا البي او دي كذلك الحمل البي او دي، مثل ما قلنا البي او دي راح تجينا من النهر بي او دي، وراح تجينا من المواد النفايات بي او دي. فالبي او دي للخليط شو يساوي؟ البي او دي للنهر زائد في تصريف النهر زائد البي او دي للنفايات في تصريف النفايات على الكيو ميكس الخليط. كذلك الالتيميت بي او دي نقدر نلقاه من الالتيميت بي او دي للنهر في تصريف النهر، والالتيميت بي او دي للويست في تصريف الويست على الكيو ميكس. كذلك الديسولف اوكسجين، الاكسجين المذاب، الاكسجين المذاب للنهر في تصريف النهر. هذه المعادله تقريبا ثابته، اي خليط اي شيء تريد تلقاه لازم تخلط الاثنين. مثلا درجه الحراره للخليط تساوينا درجه حراره النهر في تصريف النهر زائد درجه حراره النفايات في تصريف النفايات على التصريف الكلي. مثل ما قلنا الار هو الريفر، الدبليو هو الويست ووتر، الكيو هو ديسشارج، والدي او هو ديسولف اوكسجين، والتي هي التمبريتشر، والبي او دي هو الكونستريشن اوف اورجانيك ماتر. بكل معتاد وصلنا الى مرحله المسائل اللي نبدي نحل بها مجموعه مسائل حتى تبين لنا تفاصيل هذه المحاضره. المثال الاول نفايات، نفايات الإفلوينت مالتها تصريفها نفايات قاعد تطرح في نهر معين، تصريفها 560 لتر لكل ثانية. البي او دي 5 للنهر للنفايات 50 ملغرام لكل لتر، والديسولف اوكسجين 3 ملغرام لكل لتر. درجة حرارة النفايات 23 درجة. is to be discharged لا قاعد تطرح into a river في نهر، تصريفه 2.8 متر مكعب لكل سكن. البي او دي 5 للنهر هو 4، والديسولف اوكسجين 8.2، ودرجة حرارة النهر 17. دي اوكسجينيشن ريت للنفايات الكي 1 للنفايات هو 0.23 ديوس ماينس 1 في درجة حرارة 20. The average velocity سرعة النهر هي 18.18 متر بير سكند. With the aeration rate هذا الـ K1، aeration rate K2 العفو، الـ aeration rate الـ K2 0.43 at 20، هذا الـ K2 0.43 في درجة حرارة 20. Is the dissolved oxygen، is the dissolved oxygen minimum، minimum dissolved oxygen within the environmental limits، هل dissolved oxygen أقل مستوى dissolved oxygen هو مع المحددات البيئية؟ At what distance is the maximum deficit located؟ وين يكون أكثر نقص للأكسجين في النهر؟ هذا هو مطالب السؤال. أولاً بعد طرح النفايات مثل ما قلنا راح تتغير خواص النهر، التصريف راح يكون تصريف الميكس اللي هو تصريف النهر زائد تصريف النفايات اللي هو 2.8 زائد 0.65 اللي هي جاية من 560 تقسيم ألف، فالتصريف الكلي راح يكون 3.36. البي او دي للميكس، بي او دي 5 للميكس، بي او دي 5 للنهر في تصريف النهر زائد بي او دي 5 للويست في تصريف الويست على على التصريف الميكس. فأربعة في 2.8 لأن النهر قلنا احنا البي او دي إلى أربعة في 2.8 تصريفه 2.8 وخمسين في 0.65، فال بي او دي راح يكون 11.67 وقربنا ل 11.7، تقدرون تخلونا نفس الرقم. الديسولف اوكسجين كذلك لقينا الديسولف اوكسجين بعد جمع الديسولف اوكسجين الاثنين 7.33، ودرجه الحراره
مثل ما قلنا النهر النفاية درجة حرارتها 23 والنهر 17، فالجمع مالتهم راح ايش قد يكون؟ راح يكون 18 بعد قيام بهذه العملية. هسه لازم شو نسوي؟ نغير درجة الحرارة الدي اوكسجينيشن ريت وال اريشن ريت حسب درجة الحرارة الجديدة اللي هي 18. فراح تشوفون الدي اوكسجينيشن ريت لل 18 تساوي ان ال 20 في هذا القانون اعطيناكم اياه، بعد تطبيقها راح تكون 1.21. كذلك الريشن ريت هم لل 20 هذا قانونها ايضا اعطيناكم اياه، فراح تكون 0.41. هسه بعد ما لقينا هذين الاثنين لازم نلقى البي او دي التيميت. احنا اللي مطينا بالسؤال هو البي او دي 5، واحنا ما نريد البي او دي 5، نريد البي او دي التيميت. فالبي او دي لكل تايم يساوي لنا الالتيميت في هذا القانون، تطبيق القانون مباشره. زين احنا ماخذين البي او دي 5 كانت عندنا 11.7 لان المزيج للثنين 11.7، فالالتيميت راح يساوي لنا بعد ما نطبق القانون والكي 1 هي نفسها الدي اوكسجينيشن ريت، راح نحصل على البي او دي التيميت هو 17.99 ملي جرام بير لتر. من عندها هسه راح نبدي نحسب التفاصيل الاخرى المطلوبه، شنو الديسولف اوكسجين ساتوريشن ليفل وغيره. بس اذا نرجع على الديسولف اوكسجين للساتوريشن راح نروح على التيبل اللي قلنا هي 5.1 او تيبل بصفحه 611 بكتابكم المنهجي. اذا تاخذون درجه الحراره 18 راح تطلع 9.54، حتى راويكم اياها للتاكيد. اذا تجون لهذا التيبل 5.1 بمحاضرتنا تجون الى درجه حراره 18 راح تشوفون درجه حراره 18 هي 9.54. فشلون نلقى الانيشال ديفيسيت؟ عندنا الساتوريشن اللي طلعناها هسه من التيبل، وعندنا الميكس اللي حسبناه سابقا ديسولف اوكسجين للميكس اللي هو 7.33. فمن ذن الاثنين الديفيسيت الاولي يساوي لنا الساتوريشن ليفل ناقصا الديسولف اوكسجين للميكس اللي هو 2.21. هذا الانيشال ديفيسيت، لان راح نحتاج الانيشال ديفيسيت بتطبيق القوانين. هسه نحسب الكريتيكال تايم، شو وقت الزمن الحرج بتطبيق قانون الزمن الحرج. راح تشوفون عندنا ذني كل الموجودات وحولناهن لدرجة حرارة النهار، وعندنا البي او دي التيميت، وعندنا الكريتيكال انيشال ديفيسيت. الانيشال ديفيسيت دي او دي او اي دي اي اثنيناتهن هن الانيشال ديفيسيت. فمن عندها راح نلقى الكريتيكال تايم بعد يومين او 3 ايام، هسه نقول يومين و95% من اليوم تقريبا بعد 3 ايام راح نوصل الى الوقت الحرج او المساء التركيز الحرج للاكسجين داخل النهر. الكريتيكال ديفيسيت ايضا نقدر نلقاه بذاك الوقت. هسه احنا لقينا الزمن الوقت بقل الجد هو الديفيسيت اصلا، نقدر نطبق هذا القانون تطبيق مباشر، فراح نحصل على الكريتيكال ديفيسيت هو 4.9 ملي جرام لكل لتر. فنقدر نلقى الديسولف اوكسجين مينيمم الدي او مينيمم ديسولف اوكسجين مينيمم يساوي الساتوريشن ليفل ناقصا الكريتيكال ديفيسيت، وراح يكون عندنا 4.8 ملي جرام لكل لتر اللي هي اكبر من 4. مثل ما قلنا ببدايه المحاضره، لا ترحون اول باراجراف بالانترودكشن، بدايه المحاضره قلنا يا اما يكون اكبر من 4 ملي جرام 4 الى 5 ملي جرام بير لتر او 40% من الانيشال، اكبر من 40%. اثنيناتهم تقدرون تطبقون تقارنونه مع الانيشال ساتوريشن ليفل راح تشوفونه هو موافق المحددات. فإذا جوابنا للسؤال الأول، هل إحنا موافقين للمحددات البيئية؟ Is dissolved oxygen minimum within the environmental limits؟ نعم هو within the environment. At what distance is the maximum deficit؟ وين مكانه؟ إحنا ما احتاجين نلقى هذا الـ critical time هذا المطلب الأول، بس هو جايبينه بالمطلب الأول. نحتاج الـ critical time حتى نشوف المسافة.
نقدر نلقى المسافة من تطبيق هذا القانون تساوي لنا السرعة في الزمن. السرعة هي بالسؤال مطينا إياها 18.18 متر بير سكن، قسمناها على ألف حتى تصير كيلو متر بير سكن. والتايم إيش قد عندنا كان هنا باليوم، حولنا للسكن ضربناه في 24 في 3600، فطلع عندنا 45 كيلو متر راح يصير عندنا الكريتيكال ديفيسيت بالنهر. السؤال الثاني شوية مسائل، هذا المحاضرة شوية تصير طويلة بس هي بسيطة الحل. أسيتي discharges يعني هذا مياه صرف صحي 1.25 متر مكعب لكل سكند، هذا التصريف في الكيو ويست onto a stream whose minimum flow rate is 8 متر مكعب بير سكند، هذا الكيو للنهر. The velocity of the stream is 0.8، هاي سرعة النهر اللي هي اليو، and the temperature of the wastewater is 20، درجة حرارة النفايات 20، of that streams 15، وللنهر 15. The BOD of the wastewater 183 وللنهار 2 ملغرام لكل لتر. The wastewater contains no dissolved oxygen، يعني ما بي أكسجين نهائياً الـ wastewater. But the stream 90% saturation upstream of the discharge، يعني النهر تقريباً 90% من الساتوريشن قبل ما تنطرح النفايات إليه. يعني هسا عندنا dissolved oxygen للـ waste هو صفر، والديسولف أكسجين هو 90% من الساتوريشن للنهر. في درجة حرارة 20 دي أكسجينيشن كوفنشيت is estimated to be 0.3، الكي 1 طلع 0.3، خمنا 0.3. رياريشن كوفنشيت اللي هو كي 2 0.9 per day. Determine هسه شنو المطلوب، Determine the critical oxygen deficit and its location، أريد الدي سي وأريد اللوكيشن مالتها. Also estimate كذلك خمن بدرجة حرارة 20 POD 5 of the sample taking at the critical point. شوف هنا أنا هذا كلش مهم، نموذج ماخذينه بالcritical point، يعني من الcritical point راح ناخذ نموذج، نريد ال POD 5 لهذا النموذج. Use temperature coefficient، استخدم temperature coefficient 1.3. شوفوا هنا أنا قلت لكم للكي إذا درجة الحرارة تختلف عن العشرين فاحتمال مو point 1.047. هسه هنا نشوف للdeoxygenation rate اللي هو 1.047 ما أخذينا 1.135 و 1.0 24 for aeration coefficient. يعني هذا القانون مو نفسه تستخدمونه، تستخدمون هذه القيم مكان 1.047 وال 1.025. Also plot كذلك ارسم the dissolved oxygen sag curve، هذا الكيرف اللي قلنا يصير منخفض ومرتفع بعد ما تنطرح النفايات. Given saturation concentration at 15 سيليزية، وطيني saturation concentration ب 15 سيليزية and its mixed temperature، هذه والmixed temperature كانت عندنا 10. هذا المطالب بهذا السؤال. مثل ما قلنا من تطرح النفايات للنهر راح تتغير خواصه، فالتصريف للخليط يساوي لنا تصريف النهر زائد تصريف النفايات وطلع 0.25. الديسولف اكسجين للنهر قلنا بالسؤال هو 90% من الساتوريشن ليفل اللي راح نلقاه من تيبل 5.1، يطلع 10.15. شلون طلع 10.15؟ لان درجة حرارة النهر كانت 15، فسقط ال 15 في تيبل 5.1 راح تطلع 10.15. فطلعت ال ديسولف اكسجين للنهر قبل ما تنطرح النفايات 9.4، بعد ما تدمجها مع ديسولف اكسجين للويست اللي هو كان صفر اصلا فراح تكون 7.9 ديسولف اكسجين للميكس. درجة حرارة الميكس ايضا درجة حرارة النهر ودرجة حرارة النفايات، تجمعهن اثنيناتهن بهذه العملية راح تحصل على 15 درجة حرارة الميكس، لأن ذني أصلاً معطات 20 و15 والتصاريف أيضاً معطات ومجموع التصاريف هذا. بما أنه درجة حرارة الميكس هي مو 20، إذا لازم نحول الـ deoxygenation rate والـ reaeration rate للـ 15 ذني الاثنين، وقلنا التطبيق هو الـ K1 للـ 20 في هذا القيمة أعطانا إياها بالسؤال مكان 1.047 في 20 راح تطلع 0.174، هذا الديوكسين
deoxygenation rate والreaeration rate كذلك في تطبيق القانون مباشرة راح تطلع 0.821. هسه بعد ما لقينا هذه الأمور نبدي بالجواب على الأسئلة المثال. الـ POD POD 5 للميكس يساوي لنا الـ POD للنهر في تصريف النهر والـ POD للويست في تصريف الويست على الكيو فطلعت 0.26. هذه شو اسوي بها الـ POD 5؟ ما احتاجها، راح احولها على الـ POD Ultimate. الـ POD 5 تساوي لنا الـ POD Ultimate في هذا القانون ثابت، نطبق القانون راح تطلع لنا الـ POD Ultimate او الـ L للميكس 45 ملي جرام لكل لتر. فحتى نلقى الكريتيكال ديفيسيت للنهر لازم نلقى الانيشال ديسولف اوكسجين ديفيسيت بالميكس، ودرجة الحرارة صارت 15 مو مثل ما 0.6. فإذا ناخذها هاي ال 15.6 للتيبل 5.1 راح نلقى 10.15 ملي جرام بير لتر، هذا الساتوريشن ليفل. فالانيشال ديفيسيت شي يساوي لنا؟ يساوي لنا الساتوريشن ليفل ناقصا الديسولف اوكسجين للميكس، هذا الانيشال ديفيسيت. فراح يكون 10.15 ناقصا الديسولف اوكسجين للميكس، فالانيشال ديفيسيت 2.25. حتى نبدي نطبق هذا الرقم في القوانين حتى نحصل على الكريتيكال ديفيسيت والكريتيكال تايم او لوكيشن. فالكريتيكال تايم تطبيق مباشر للقانون، كلهن موجودات عندنا ما عدا او حتى هذا بوجود الالتيميتد بي او دي والانيشال ديفيسيت ايضا موجود. بعد تطبيقه مباشره راح نحصل على الكريتيكال تايم يوم و97% من اليوم، اي يومين تقريبا، بعد يومين راح نوصل للكريتيكال ديفيسيت بعد جريان طرح النفايات بالنهر. فمن عندها الديستنس، الكريتيكال ديستنس هو احنا قلنا شو وقت وين الكريتيكال ديفيسيت، يساوي لنا سرعة النهر اللي هي يو في الكريتيكال تايم. بعد تحويلات راح نحصل على 136.6 كيلومتر راح يصير الكريتيكال ديفيسيت. وهذا المطلب الأول مو كامل، بالمطلب الأول احنا طالبين، إذا نشوف بالمطالب، المطالب تقول determine the critical oxygen deficit and its location. هسه لقينا مكانه، بقى شنو هو الكريتيكال اوكسجين ديفيسيت؟ فنلقى الكريتيكال اوكسجين ديفيسيت بهذا التطبيق. الكريتيكال تطبيق قانون مباشر ما بي كل مشاكل، الالتيميتد بي او دي للميكس لازم نستخدمها، فراح يكون الكريتيكال ديفيسيت 6.9 وهو هذا المطلب الاول. المطلب الثاني استيميت ذا POD 5 of the sample taking at the critical point. هسه عندنا نموذج اخذناه بالcritical point، شنو ال POD 5 له؟ determine POD 5 of the sample taking at the critical point. فهسه ال POD بالtime اللي هي من خلينا نفرض ال 5 تساوي لنا الultimate POD للmix في ال EUS minus K1. فهسه بالمكان الـ POD هسه احنا التايم عندنا يومين، اذا اريد ناخذ POD بالكريتيكال بوينت فش راح تكون؟ احنا عندنا التايم كان بالكريتيكال بوينت 1.9 داي، فهسه اريد نحسب الـ POD بالكريتيكال بوينت فتساوي لنا الالتيميت POD للميكس في التايم كريتيكال تايم، فراح تكون الـ POD للميكس هو 45 والكريتيكال تايم كانت 1.977. الـ POD لليومين، الـ POD لليومين بالكريتيكال بوينت كانت هذه اللي هي، هاي نقدر نعتبرها الـ Ultimate POD للسامبل اللي أخذناه بالكريتيكال بوينت. فإذا طبقنا هذه العملية، يعني هذه الـ POD Ultimate للسامبل اللي أخذناه بالكريتيكال بوينت، فهذه الـ 32 راح تصير الـ POD Ultimate للسامبل اللي أخذناه بالكريتيكال بوينت. فإذا نطبقها هنا راح نحسب الـ POD 5 للسامبل اخذناه بكريتيكال بوينت بالاعتماد على البي او دي التيميت. فالبي او دي 5 للسامبل الماخوذ بالكريتيكال بوينت يساوي لنا البي او دي التيميت للسامبل في باقي المعادله 0.3، فراح تطلع 25 وهذا هو المطلب الثاني. المطلب الثالث من السؤال هو بلوت ذا ديسولف، بلوت ذا ديسولف اوكسجين ساك كيرف، ارسم ديسولف اوكسجين ساك كيرف.
فلازم نلقى عدة نقاط ونواصل بيناتهم. راح يرسم شلون راح نلقاهم، راح نحسب راح نحسب نقاط إضافية الأكسجين ساكر، فراح نلقى الديسولف الدفست في أوقات مختلفة، راح تكون هذه المعادلة الرئيسية. راح نختصر باقي التفاصيل ونخلي بس التايم هو المتغير الوحيد بهذه المعادلة. فإذا نطبق الكي 1 والألتيميت بي أو دي للميكس والكي 2 ونطبق هذه المعادلة، راح نحصل على معادلة اللي هي هذا شكلها. ما يحتاج من عندنا تثبتون غير المعادلة وتخلون أوقات مختلفة. فراح نحسب أيضا، راح نحسب الديسولف أكسجين، الديسولف أكسجين اللي يسوينا الساتوريشن، الساتوريتد ديسولف أكسجين ناقصا الدفست. فإذا راح نشوف على مسافة 0 كيلومتر 50 كيلومتر اللي هي راح تصير صفر بالوقت، احنا ما لنا علاقة هسه هذا الزمن او المسافات ما راح ندخلها بالحسابات، راح ندخل الزمن خلال الصفر اول ما تنطرح النفايات، بعد 0.7 day 1.44 day 1.7 day 2.0 day 2.1 2.8 و3.6. هاي بس الاوقات اخذناها، منين حسبنا هذه الأوقات؟ إذا تأخذ المسافة تضربها، المسافة هذه 50 100 150 120 140 تضربها في سرعة النهار راح تطلع الأوقات. هذه الأوقات دخلناها بهذه المعادلة، طلعنا الديسولف أوكسجين ديفيسيت والساتوريشن هو ثابت ما تغير للميكس، والديسولف أوكسجين اللي باقي هو الساتوريشن ناقصا الدفست، راح يطلع هنا اذا تشوفون 10.15 ناقص 0.2.25 هو راح يطلع 2.7.9. وكذلك من خلصنا هذه راح نرسم المسافه مع الدفست او الزمن مع الدفست، اثنيناتهم راح يصير عندنا فت كيرف مثل هذا اللي موجود بهذا الشكل. الساتوريشن ليفل هو ثابت مثل ما قلنا، هذا الخط هو الساتوريشن ليفل، هذا الخط هو الساتوريشن ليفل، والديفيسيت هذا من رسم الديسولف اوكسجين مع الديستنس بالمسافه. من تقاطع هذه النقاط الرسم عندنا هذا الكيرف، وهو المطلب الاخير من هذا السؤال. السؤال الاخير من هذه المحاضره، ريفر اوف فيلوسيتي نهر سرعته 10 كيلومتر باليوم، اتش فلو ريت والتصريف مالته 5، تريتمنت بلان ديسشارج سويج اوف فلو ريت 0.5، محطه معالجه قاعد تطرح نفايات بتصريف 0.5 متر، the BOD concentration of the sewage is 400، تركيز ال BOD للنفايات 400 ميليغرام لكل لتر، find the distance from the point of discharge، أوجد للمسافة من نقطة الطرح، in which POD5 concentration at the end of the such distance is to become 10 ميليغرام per liter. القال المسافة اللي يصير بها ال BOD5 10 ملغرام لكل لتر. The river has not organic matter، النهر ما بي مواد عضوية، يعني الـ POD إلى صفر. Before the sewage discharging، قبل ما نطرح المواد العضوية بي. The value of K1 of the mixture of the river water and the wastewater is 0.35. الـ K1 للخليط 0.35، دي اوكسجينيشن ريت للخليط هو 0.35. هذه مطالب السؤال، سؤال بسيط جدا. هسه نبدي نحسب مواصفات الخليط. مثل ما قلنا البي او دي 5 للخليط يساوي البي او دي للنهر زائد البي او دي للنفايات، البي او دي من النهر قلنا ما بي، والبي او دي للنفايات 400، فصارت البي او دي 36، هذا البي او دي 5 36.36 ملغرام لكل لتر. فال POD5 تساوينا الالتيميت POD في هذه باقي المعادلة، احنا عندنا ال POD5 نحسب الالتيميت، راح تطلع عندنا الالتيميت POD من هذا 44 ملغرام لكل لتر للنموذج اللي انطرح داخل خليط النموذج مع النفايات. فهسه حتى نوصل ال POD5 10 شقد مسافة نحتاج او زمن نحتاج، نطلع من هذا القانون ال POD في أي زمن معين، ما نعرف هذا الزمن POD في أي زمن معين، تساوي لنا الألتيميت في POD في باقي المعادلة اللي من ضمنها التايم. فإحنا قلنا إذا نريدها تصير 10، إذا تشوفون بالسؤال هنا نريدها تصير 10،
فإذا نعتبر 10 تساوي إن الألتيميت بي أو دي 44 في 1 ماينس إي أس 0.35 هو الكي 1. بس التايم إحنا ما نعرف، نريد نعرف إيش وقت راح نوصل، إيش وقت راح نوصل لهذا المكان. فراح يطلع التايم عندنا 0.37 0.737 داي. نطبقه في قانون السرعة، المسافة تساوي إن السرعة في الزمن. فراح نعرف من عندها السرعة هي موجودة 10 كيلومتر. بداية السؤال معطات 10 كيلومتر لكل يوم في 0.7 داي اللي هي 7 كيلومترات. فراح نلقى تصير تركيز البي او دي 10 ملغرام لكل لتر على بعد 7 كيلومترات من مكان طرح النفايات إلى النهر. عندكم سؤال واحد واجب، waste water effluent محطة معالجة تطرح 0.6 متر مكعب لكل سكن with BOD التركيز مالتها هلقد، dissolve oxygen هلقد highly waste and the temperature هذه to be disposed into river of 2.8 هاي السرعة والPOD إلى 4 ملغرام والdissolve oxygen 8.2 and temperature 17 for K1.1 and K2 for the river 0.3. The velocity is 0.18. Calculate dissolved oxygen and its distance downstream and its time after disposal. القالي dissolved oxygen والمسافة والزمن، ثلاث مطالب مثل ما حلينا الأسئلة السابقة تحلونها. شكرا لكم.